التطورات الميدانية في جنوب قطاع غزة لا زالت على حالها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من حيث كثافة الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات التي تمت لعدد كبير من المواطنين تحديدا في مدينة رفح. نحن نتحدث عن استهدافات مباشرة لمجموعة من المواطنين في حي تل السلطان، حيث أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. من بين الشهداء هو طفل فلسطيني كان على ما يبدو برفقة عائلته عائدا إلى منطقة حي تل السلطان، حيث كان واضح خلال الأيام الماضية أن هناك حركة نشطة من قبل المواطنين بالعودة إلى منازلهم في مناطق حي تل السلطان والحي السعودي بعد التراجع التكتيكي الذي قامت به الدبابات والآليات الإسرائيلية. وهذا هذه العودة للمواطنين أو لبضع من العائلات الفلسطينية جاء في ظل التحذيرات اليومية التي تطلقها الإسعافات والدفاع المدني للمواطنين بعدم العودة إلى مناطق رفح نهائيا إلا بعد الانسحاب الكامل من مدينة رفح، لأن الدبابات الإسرائيلية تنسحب انسحابا تكتيكيا لعدة ساعات ثم تعاود بصورة مفاجئة إلى الظهور مرة أخرى في شوارع مدينة رفح تحديدا المناطق الغربية. لذلك هناك 4 من الشهداء في تجدد القصف الجوي العنيف على حي تل السلطان، وقبل قليل كان هناك استهدافات أخرى لمواطنين في منطقة الحي السعودي، لكن حتى اللحظة لم نفد بوقوع إصابات أو جرحى جراء هذه الغارات التي تمت قبل قليل من الآن. وبالتالي الاستهدافات في رفح متواصلة. قبل قليل أو قبل ساعة من الآن كانت طائرات مروحية تطلق النار بصورة كثيفة جدا في وسط وغرب مدينة رفح باتجاه منازل المواطنين والأحياء السكنية، مع استمرار القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه المنازل وأيضا نسف عدد من المربعات والمنازل السكنية. أصوات الانفجارات منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة لم تهدأ في مدينة رفح جراء استمرار عمليات النسف الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من الأماكن، تحديدا منطقة يبنى والبرازيل الشابورة ومنطقة حي تل السلطان والسعودي، وبطبيعة الحال محور فيلادلفيا من منطقة معبر رفح وحتى أقصى نقطة على الجنوب الغربي تحديدا منطقة القرية السويدية التي مسحتها القوات الإسرائيلية بالكامل عن الأرض. وبالتالي الغارات متواصلة، الشهداء في ارتفاع، وأيضا هناك عدد من الشهداء والجرحى لا زالوا حتى اللحظة على الأرض دون أن تتمكن الفرق الطبية من انتشال الجرحى أو الشهداء من على الأرض. وكان يوم أمس واضح أنه تم انتشال عدد كبير من جثمين الشهداء المتحللة والذين استشهدوا في أوقات سابقة. أيضا المنطقة الثالثة التي تشهد عمليات قصف عنيفة في مدينة رفح هي المنطقة الشرقية، تحديدا الشمالية الشرقية من رفح في محيط الثكنة سعد صايل في محيط منطقة صوفا. هذه المنطقة تشهد عمليات قصف مدفعي منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي الذي امتد على بلدة خزاعة بصورة كبيرة جدا. بلدة خزاعة وعبسان، منطقة أبو ريدة، الإطعيمات، ومنها إلى منطقة الفخاري ومنطقة صوفا المحاذية أو التي تقع ما بين مدينتي رفح وخان يونس، جميعها تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف منذ ساعات الفجر أو منذ ليلة أمس حقيقة وحتى هذه اللحظة، والقصف المدفعي لا يتوقف، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار وإطلاق عدد من القذائف الدخانية باتجاه الشريط السياج أو باتجاه السياج الحدودي. أيضا اليوم كان واضحا فرق الدفاع المدني والإسعافات استأنفت عمليات انتشال جثمين الشهداء من عدد من الأماكن، تحديدا في منطقة الصناعة حيث يوجد بها 9 أو 12 شهيدا استشهدوا عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة غرب خان يونس وحاصرت منطقة الصناعة وأطلقت النار والقذائف باتجاه هذه المنطقة. استشهد عدد من المواطنين ودفنوا في هذه المنطقة. أيضا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كان بها عدد من الشهداء دفنوا في هذه المنطقة بفعل القصف على الجمعية وعلى المستشفى وأماكن أخرى في مناطق غرب ووسط خان يونس. الناس اضطرت إلى دفن شهدائها أو حتى أمواتها
في أماكن حتى يتسنى لهم دفنهم أو دفنهم مرة أخرى في مقابر الشهداء. الوضع بشكل عام في خان يونس وفي رفح متصاعد، عمليات القصف المدفعي لا تتوقف، أيضا عمليات إطلاق النار من قبل المروحيات ومن قبل الزوارق البحرية التي تشارك في عمليات الهجوم تحديدا على المناطق الغربية من مدينة رفح. أما فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والصحية فهي معلومة، هي أوضاع كارثية أو وضع إنساني صعب ومعقد في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقليص إلى درجة الصفر حجم المساعدات التي تدخل إلى المؤسسات الدولية. هذا الأمر أثر على تقديم الخدمات والاحتياجات للنازحين وللمرضى وللجرحى ولكل الفئات المهمشة في قطاع غزة، وكله أثر على الوضع العام من حيث الوضع الصحي والطبي للمواطنين في ظل استهداف المؤسسات والمرافق الطبية ومنع دخول المساعدات الطبية والمستلزمات والمسالكات بما فيها المعدات الطبية الضرورية والتشخيصية بعد تدمير مجمع ناصر الطبي ومرافقه الصحية، وأيضا إخلاء مستشفى غزة الأوروبي الذي أثر بصورة كبيرة جدا، صورة سلبية كبيرة جدا على الواقع الطبي في جنوب قطاع غزة، لا سيما وأن مجمع ناصر الطبي الذي نقف فيه الآن هو المجمع الذي يقدم الخدمات الطبية في جنوب قطاع غزة، وما دونه سوى عبارة عن مستشفيات ميدانية لا تمتلك القدرات العلاجية والتشخيصية والطبية. لذلك الأوضاع على كافة الصعد متدهورة في جنوب قطاع غزة، مثلها مثل باقي مناطق القطاع.